معانا الأستاذة هاجر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا أستاذ عمرو، عامل إيه؟ فضل ونعمة الحمد لله. الحمد لله، أنا بعز حضرتك جدا وبشكر الأستاذة اللي ردت عليا، أستاذة في منتهى الذوق والاحترام، أنتوا كلكم بصراحة ناس محترمة. الله يرضى عنكم ومبارك فيكم ويحفظك يا أستاذة هاجر، اتفضلي. ربنا يخليك. أنا سامع سؤال حضرتك، اتفضلي يا أستاذة هاجر. طب تمام، أنا عندي كوافيرة، تمام؟ بتشتغل يعني بشغل عرايس وكلام من ده، فأنا كنت سألت حد قبل كده فقالت لي إن الشغلانة دي حرام وفلوسها حرام، وإن أنا لما أروح عندهم ما أكلش من أكلهم وكده، علشان الشغلانة دي حرام. فهل مين 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 اللي بتشتغل؟ أختك ولا حماتي؟ حماتك؟ حماتك، حماتك بتشتغل كوافيرة، فأنت حد قال لك لما تروحي ما تاكليش عندها. عشان فلوسها حرام طيب والشغلانه دي طب انا اقول لك حرام. حاجه، بس اول حاجه اللي قال لك لما تروحي ما تاكليش عندها، لو سمحتي قولي له لو سمحت يتقي الله وما يتكلمش في الدين تاني، ماشي؟ تمام اتفقنا على اول حاجه دي؟ دي اول حاجه. اللي كان قايل حد ليه علاقه بالدين. طيب كمان يعني انت كده، انت كده بتبلغي عليه، يعني انت كمان بتبلغي عليه عند ربنا، لان اللي ملوش علاقه في الدين ده ما يتسالش ولا يجاوب ولا يقول حرام ولا يقول حلال خالص، ده كل اللي هو يعمله يروح يسال. طب تعالي بقى اجاوب على سؤالك. لا انت دلوقتي ده سؤالك الاولاني. ليه بقى سؤال تاني بعد؟ اتفضلي. يبقى الاكل عند حماتك اللي بتشتغل كوافير، السؤال التاني. السؤال التاني انا محتاجه من حضرتك مسانده معنويه. بص حضرتك، انا الفتره اللي فاتت دي كنت بمر بظروف وحشه نفسيه. نعم. فانا رحت الدكتور نفساني كده، بس العلاج كان بيتعبني وبيهنجني وما كانش بيعمل معايا اي نتيجه، بالعكس بقى حالي زادت. فانا حاليا انت ايه السبب؟ انت كان عندك اكتئاب مثلا؟ عندي اكتئاب وكان معايا وسواس، بس الوسواس الحمد لله خف من معايا وبقيت في حاله جيده عن الاول. كنت في وسواس ايه؟ كنت في وسواس في ايه؟ وسواس في موت، كنت خايفه اموت واسيب بنتي لوحدها وكده. طيب الخوف من الموت يعني؟ عليك انت مش على بنتك، انت خايفه من الموت، عليك انت مش على بنتك. خايفه اسيبها لوحدها وكده، بس الحمد لله انا دلوقتي بقيت في حال احسن لاني سلمت لربنا سبحانه وتعالى، ما فيش حاجه بتصيبنا وحشه، كله مقيم. طيب انت قطعت العلاج، انت قطعت العلاج من غير رجوع للدكتور؟ من غير رجوع للدكتور، لان حالتي زادت، العلاج كان بيتعبني بس وبيخليني اقوم اعمل حاجه، بس انا حاليا دخلت يعني ما عنديش امل، ما عنديش تجديد واقع. طب سؤالك فين يا استاذه هاجر؟ عايز حضرتك تساعدني لو بحاجه، مهاره، اي حاجه اتعامل بيها مع نفسي. حاضر حاضر، اقول لحضرتك يا استاذه هاجر. السؤال الاولاني بتاع الاستاذه هاجر، لا لو سمحتي روحي وكلي عند حماتك وبلاش الطريقه دي، الطريقه دي تخلي حياتك، هتخلي حماتك، انا اسف يعني، يعني تحس ان انت بتعلمي عليها. انا اسف يعني بكلم حضرتك بلغه الستات. فهي دلوقتي هتحس ان هي ان انت بتعلمي عليها وبتحاولي تبعتي لها رساله ان هي قليله الديانه وان هي ملعها حرام. وحقيقه ده مش صحيح، لان هذه المساله بتتعلق بشويه حاجات. ايه اللي حاصل؟ ان في حد بيزين حد. هو لو بيزين حد والحد ده متيقن ان الزينه دي هيروح يمارس بيها الحرام، ساعتها يبقى ممنوع. بس ما حدش بيجي يتزين وبيكون هيعمل ده. هي لو زينت امرأة متزوجة ده عمل حلال وقد يكون تساب عليه، لأن هي بتزين امرأة لزوجها. فلذلك بلاش الطريقة دي، بطريقة مسألة إن شغلة الكوافير كلها حرام كده، لا. هي لو بتعمل الكلام ده لتزين امرأة لزوجها، والزينة ديت زينة من الزينة الظاهرة، خلاص. لو كانت المرأة دي متزوجة خلاص. فلذلك ايه اللي حاصل؟ الأمر الثاني، أنت مش مأمورة إن أنت تفتشي عن أموال الناس. ما حدش طلب من حضرتك إن أنت تفتشي عن أموال الناس حلال ولا حرام. ويا رب ما تكوني قلت لحماتك الكلام ده أو هي حست منك الكلام ده. أنت إحنا مش ناقصين. هتروحي تقولي لحماتك على فكرة أنت مالك حرام ومش هاكل عندك، هتبقى مسألة مش صحيحة. أول حاجة إن هي مالها مش حرام. تاني حاجة حضرتك لو تكرمتي خلي بالك وأنت بتسألي في الدين، لأن المسألة كمان بيبقى ليها أبعاد أخلاقية. يبقى إذن عمل المرأة اللي هي بتقوم بتزيين النساء، لو بتزين النساء
هناك زينة واضحة، تزيين للنساء واضح الحل، هناك تزيين للنساء واضح الحل، فهي إذا كانت بتعمل في ده فهي بتعمل في عمل واضح الحل. السؤال الثاني اللي حضرتك سألتهولي وهو مسألة إزاي ساعد حضرتك، أنت لازم تغيري برنامجك اليومي أولا وتحط في برنامج اليومي حاجات مساعدة. وأنا لست من أهل القبول، لأن الواحد لما يكون بياخد علاج وخاصة العلاجات المتعلقة بالأمور النفسية أن يوقف العلاج من نفسه، فأرجاء ممكن تتابع مع الدكتور المسألة دي. والمسألة الثانية غيري برنامج حياتك، ولو سمحتي من أهم المهارات التي تتعلق في مسألة الوسواس ده أن أنت تسمعي كتير عن جمال ربنا. روحي اسمعي برنامج لحد، برنامج من علماء الكبار وهم بيتكلموا عن جمال الله سبحانه وتعالى وجمال وصف الله سبحانه وتعالى. اسمعي كلام كتير عن جمال ربنا سبحانه وتعالى وجمال حضرة النبي وازاي رحمة مولانا سبحانه وتعالى بخلقه.